التتبيله الرابعه والاخيره هي تتبيله التتبيله الحاره، تتبيله سبايسي للي بيحبوا السبايسي. معلقه كبيره من زيت الزيتون، معلقه كبيره من الهريسه او الهوت صوص، رشه كبيره من رشه من البابريكا، مش رشه الحقيقه يعني هتبقى معلقه، معلقه بابريكا، ثوم مفروم، عصير ليمون، سكر بني وملح وفلفل. خلاص حفظنا الطريقه. بنحط الملح، الفلفل، البابريكا، الثوم المفروم، عصير الليمون، زيت الزيتون، الهوت صوص، الهريسة. دول كمية صغيرة لكن مفعول كبير، يعني ما تحطوش أكتر من كده. السكر، وهنا برضو السكر مهم جدا مش بس للطعم ولا اللون، لكن كمان مهم جدا عشان برضو يعادل شوية الكمية بتاعة الشطة اللي محطوطة في التتبيلة. ودي تتبيلة للناس اللي بتحب الحاجة حرة، في ناس بتحب تاكل الأكل مشطشط، فدي تتبيلة هتنفعهم جدا. وهرجع تاني أقول التتبيلات كلها تنفع لكل الحاجات مش لحاجة معينة. هقلب اللحمة جوه التتبيلة كويس قوي، بالشكل ده لحد ما احس ان هي اخدت من التتبيله كويس جدا، شربت منها كويس جدا. وانتوا طبعا هتسيبوها اكتر واكتر في التتبيله. خلوا بالكم كمان التتبيله مش بس عشان الحاجه تاخد الطعم، لا، التتبيله كمان بتخلي الحاجه تبقى طريه وتاخد وقت اقل في السوى. هحط بس زيت الاول وبعدين انزل اللحمه يا كازي. اهلا وسهلا. الو، عامله ايه؟ انا اسمي كازي. اهلا وسهلا يا كازي، اتفضلي يا حبيبتي. عايز تسالي على ايه؟ عايز كازي بالدال. غيروا لها الاسم لو سمحتوا. اتفضلي، عايز تسالي على ايه؟ عايز اعرف عجينه السكر بتعمل ازاي. حاضر. انا كفايه عليا الدخان، يعني التركيز عندي ايه؟ دخان بقى وشطه دلوقتي الاثنين مع بعض، مش عايزه اقول لكم. نطلع من هنا على جلسه بخار بقى على طول. جلسه اكسجين. الموضوع ايه اهو. انا هنا انا هنا، شايفيني؟ اوكي، هاخد بقى اللحمه دي واوديها تستريح في الطبق. احنا حطينا شويه من الخضار المشوي، الشباب كانوا مجهزهم لنا كتر خيرهم. الخضار عامه يا اما بتحطوله ملح وفلفل بس وتشوه، يا اما بتحطوله من التتبيله بتاعه الصنف اللي انتوا عاملينه بتاع اللحمه، يا اما بتحطوله تتبيله لوحده بتكون عباره عن ملح وفلفل وثوم وزيت وزعتر، اللي يريحكم، وبتشووه عادي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عارف انت الموضوع النهارده صعب قوي.